صباح الخير سناب شات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ سو امبارح ماما عملت لي دجاج، اوكي تبلت لي اياه وحطت لي اياه بالكيس، وبعدين عطتني روستنج باجز مشان اكياس الشواء، مشان اشوي الدجاج بالكيس وبالفرن. ف ضيعت هي، اوكي ف هي بتجي فيها هدول الاكياس، اوكي. وكمان هاي الشغلة لازم اسكر فيها، ف هلا بدي اشيله لغايه الدجاج، بده شي ساعة هيك ماما قالت. فسخنت الفرن لدرجة حرارة 200، وهلا بدي احط الدجاج ولنشوف التخبيص اللي رح اخبصه. هلا تتبيلة الدجاج اظن عملتها قبل، ف حلو. اوكي يعني افتح هاي حطها جوا. اوكي في صوص، فضروري ضروري انه احط الصوص. فكيف بدي احط الصوص؟ اوكي انا ضعت. اوكي لحظة. رح افتح الكيس هيك. ريحتي التتبيلة، الله صارت التتبيلة بكل مكان. اوكي لا لا تمام تمام. او ماي جاد انقذت الوضع. شفتوا كيف انقذت الوضع؟ يا الله كنت رح اجيب امه للعيد. اوكي خلاص حطيت التتبيلة كلها جوا. هلا عشان ما اروح عليكم ولا لحظة. اوكي هلا بدي سكرها بهاي. اوكي تمام. ومكتوب هون انه snip off top corner of the bag to allow excess steam, place in deep roasting dish. اوكي فاللي بدهم يعني اعمله انه قص هاي. اوكي خليني هلا اشلح البلوز وجيب مقص اللي ما بعرف وينه. وين المقص؟ اوكي رح استخدم سكينة. يا الله على التقليب. اوكي بس اخذت الكورنر الزاويه، وهلا راح احطها ببايركس واحطها بالفرن. المفروض انه الكيس ينتفخ. اوكي يا رب يكون هيك شكله عن جد صح، وراح احطه بالفرن.